يا ردني من بقرة ولا منى. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. أم للأسف كانت قاعدة عندي بالبيت بقلب بيتي بحالات، وأنا رحت عبيتي واضطريت أني أشحطها من هونيك هي وبنتها. أمي ما حكيت، كانت عادية جدا، بس أختي قامت قالت لها إذا بده ينام هوني أنا ما بفوت على البيت. نعم. كيف استقبلت ابنها بعد سنوات من الغياب؟ عادي جدا، وهي سبب خرابين بيتي، هي وبنتها وسهرة. منيح اللي بعدني مطول بالي عليهم يا عمي، أنا مرت بتسوى تقلى وفشر على أي إنسان لحد اليوم يغبر عليها. شحطتها من البيت هي وهي وولادها تتقعد هي وسهرة. مين مرتك؟ مرتي الأولانية، أمهم لبودي وجيه، كومة لحم كبتها على الطريق، أنا وحيدة، أني تولد بنتها، ولد سهرة بس ما عندي ما فيها تاني أولاد. أنا بقى لما رجعت على الحب بعد 10 سنين مفقود. رجعت على بيتك، دقيت على بيتك أول مرة بعد 10 سنين وما في أي خبر عنك. شوف يا زلمة بلا كلمة عم بتقول دقات على بيتك، ما فتحت باب بيتك، يا ريت كان معي مفتاح أفتحه. دقات باب بيتي، ايه كنت ناطر حدا يفتح لي ويستقبلني، فتحوا لي بس ما حدا استقبلني. مين فتح لك؟ امي. عن قال لك امي. بس ما عم بفهم، ام بعد 10 سنوات ابنها مفقود بالحرب بدق الباب وبفوت. بدك تسألها السؤال؟ لا مش لي. شو بتعرف عن وضعك هي اليوم؟ ما بعتقد انها بتعرف شيء عن وضعي، ما في علاقات ابدا ابدا ابدا، وبرفض ان يكون في علاقات، حتى برفض رفض قاطع ان يكون في علاقات. بالاخر ام شو بدك تقول لي؟ الدنيا ام، هيدي اكبر كذبه سمعتها بحياتي، هيدي الدنيا يا حي، حامله شجره، هيدي الشجره بس ينكسر غصنها شو بصير فيه؟ شو بصير فيه؟ ما رد علي، عم تسالني عم رد عليك، بس ينكسر غصن الشجره شو بصير؟ ما بصير شيء. بلا بيباس بيباس بيحتري، انا يبست، انا انكسرت من الشجره ويبست مثل الشجره. ابدا هاي هي الطبيعه. الدنيا ام، شو بدك بالحكي؟ الدنيا دنيا والام ام يا ابني. شخص ما بتعني له امه ما بيحتد هالقد لما يحكي عن امه. بحتد لانه كانت يمكن غلطه بحياتها اللي مكلفتني والله، ولك يا ريتني من قلبي ولا منها اكثر من الاد بدك يا زلمه، يا ريتني من بقرة ولا منها. لك شو بك يا زلمة؟ لك كم سنة ما بتعرف شي عنا؟ زمان كتير، ما بقدر أحصل لك سنين. لا بعرف ولا بدي أعرف يا خي، صراحة بكل صراحة ما في شوفها. بس بنتك سيمونة عندها غير وجهة نظر عن ستة. هلأ سمعت صوتها قبل شوي قالت إنه هي لهيك هي بدها تشوفها ستة. انتبه، انا زلمي لو كانت بنت التمثيل ما بحبه، هي عم بتقول بتحب ستة. عيط لها سألها شو عملت لي يا ستة، وقت قالت لها بدي نام عندك ليلة. عيط لها لك ما خلص تكوني بحالي يا زلمي. رح عيط لها انت سيمونا؟ تعي دمي كنا عم ننام على شط البحر ورحت عند ستك تتنامي عند الليلة، شو صار فيكي؟ وقت طلعت انا طيب سؤال، كيف بتحب شخص ما بتعرفي؟ او ليش بتحب شخص ما بتعرفي؟ ستة شو لحمه ودمه؟ نعم شو قلت؟ لحمه ودمه شو ستة؟ لحمه ودم امك كمان، لحمك ودمك، لحمك ودمك. ما عم اقول لك كانت غلطه بحياتها، بس هي لحمك ودمك شئت او ابيت، شئت ام ابيت لحمه ودمي، بس غلطه بحياتها. عم اقول دمك فيها ودم فيك؟ لا دم بي فيي. وامك؟ لا ما بعتقد، لانه في دمها فرنسا، انا في دمي. بس ليش سميتها سيمونا؟ ما فهمت، ليش سميت بنتك على اسم امك اذا امك ما بتعني لك؟ لانه حكما امك بتعني لك، حكما ما حدا بيعني لي بحياتي الا اولادي. انا يمكن زعلان من امك عم ترفض هيدا الشيء، بس دليل انك بتحب امك مسمى بنتك على اسم امك، ليش بدك تسميها؟ بلا صار موضوع تسميتها سيمونا.
قديش رقمها لامك؟ اعطيني رقمها. ما بعرف. اعطيني رقمها. عم اقول لك ما بعرف. لا ما لك انا ما بعرف، ما بكذب ولا بخاف. ما بعرف شيء انا. بتعرف وين بيتها؟ وين بيتها؟ اه انا بدي لك. بتروح معك؟ بق... انا؟ انا اروح معك؟ انا اروح معك يا زلمه بكير. بدها تروح سيمونا بدها تروح معي. ممنوع لا لا لا. سيمونا وحدك يا خيي دلتكم على البيت، اطلع وحدكم. بدها تروح سيمونا معي. انا قلت لا، واذا ظهرت هلا راحت لعندها ما بتفوت على البيت. اكثر من الان؟ ما بتفوت. ما بتفوت على البيت. يا جوزيف. بتضل عندك. جوزيف؟ اه جوزيف؟ خلص منتهي الموضوع. هيدي اللغة، هيدي مش لغة بي. لغة ابن شيرح خلص. ملا انا ما قلت هيك، انا 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 عم بقول انه البي، البي يمكن بحاول يرتب الاجواء مع بنته. انت ما عشت اللي عشته انا. بس هي لو عايش ربع اللي عشته انا بتحكي اكثر من الان. بس يمكن حقها تعرف على ستها. مش ايامي انا. سيمونا بتروح. أموت. انا بتروح معي. ما بترجع، عم اقول لك ما بترجع، بتضل فوق. سجن؟ بتضل فوق ما بتفوت على البيت. سجن؟ يا اخي استفد منك الا بس انا قلت كلمته وسمعتها هي. بس سجن؟ انا قلت كلمته وسمعتها. طيب اذا انا رحت؟ روح الله معك. جبتها معي. لمين؟ لسيمون. بتكون عم تنهي لها هلا كم يوم اللي عايشتهم بعد. شو ممكن تعمل؟ ما بتتصور شو ممكن اعمل. شو بتعمل؟ ما بعرف. شو عجيبه بتعرف ساعتها. شو ممكن شو ممكن يعمل ابن لما يشوف امه بعد سنوات؟ ما ماني ابن ولا عندي ام انا. لو معتبر عندي ام كنت كنت بقول لك شو ممكن يعمل. بس حتى شعور تجاهها ما عندي. يا ابني شعور تجاهها ما عندي. دني ام. انا زلمه يبست من زمان. بعد في شغله بدي اهترم، ناطرت اهترم. قلت لي بنوقع اليوم. انت موقت، انت بتوقع. كل شيء بتوقع بالحياة. شو بتوقع اليوم يصير؟ ممكن يصير مجزرة. اف اه اه ما تستغرب بمرحلة من المراحل ما بدي اياها ممكن نتصرف كثير تصرفات وسخة. مجرم؟ لدرجة. مجرم؟ لدرجة. اف لدرجة. سؤال واحد، سؤال واحد. وضعك الصحي الدقيق. ايه ضيق جدا. وهذا الشيء بأثر على حياتك. وأي لحظة لا سمح الله بنتهي. أي لحظة بنتهي. سؤال واحد جوزيف، ما بتعتبر الحياة مش حزن زعل؟ لا ما فيها اعتبرك. الأم بتعرف إنه ابنها عم بيموت؟ ما بتصور. لا. وإذا عرفت إنه ابنها وضعه الصحي كثير دقيق؟ ما حتتأثر أنا متأكد. وإذا تأثرت؟ ما بتصور حتتأثر. بس جاوبني على سؤالي، إذا تأثرت بتكون رجع حي ضميرها مثل صغيري.